قالوا لي مغروم بالتمثيل. هاي صحيح. معناتها نجم ونهار تمشي تعدي كاستينج. هاي مثلا مغروم على الاخر بالتمثيل. اسمعني راني نمثل يعني هذه تفهم فيا نمثل مش رمان. اما شنيا كل واحد فرصته في الحياه. مثلت علي اليوم برشا انا ليه ما. انا نمثل على والله تصدق في الدنيا ما نمثلش برشا على العبيد. كي تقول انا نمثل كيفاش عرفت روحك انت تمثل؟ نمثل انا مثلا كي تحط في موقف دركي فيه نمثل. التمثيل هو الكذب الصادق. صحيح الكذب الابيض. دوك انت كذب. ريت كيفيه طيب. اي معناتك تقول انا كنت حط في مواقف نولي نمثل اش معناتها؟ اي مش معناه اللي يمثل كذاب معناه اللي يمثل كل كي يكذبو. اللي يمثل عليا يكذب عليا يا اخويا. انا مانيش كذاب اما ممثل. حطيتني فيه. دونك اذا فما مثلا توا مثلا سوسن نجمني عامله كاستينج هاي. نجم تمشي لسوسن هاي ديجا باش نطلع. باش تمشي هاك الكاميرا نتاعك غادي يقول لها وجه لها رساله معناتها قول لها مثلا توا نعدي الكاستينج قدم روحك قول لها قول يا سوسن يا سوسن راني ممثل مش نورمال راني نعرف نمثل راني قدم روحك قول انا اسمي وقدش عمري وكل شيء انا هادي يوسفي عمري 23 سنه يا سوسن راني انا يا سوسن راني انا هادي يوسفي فنان عمري 23 سنه نحب نجرب حظي في التمثيل لما حال عندي حشمة ما نجم نحيها على خاطرك ونعمل رول مش نرمال حسيلو نوقف لهم خاخهم الكل مش نرمال حسيلو وين هكا خذوني تربحيني بتبيع خذيني تربحيني تبيعيني تخسريني.